مساء الخير واهلا بكم في حوار القاهره. خارطه الطريق اللي تم اعلانها في 3 يوليو الماضي كان فيها بند مهم جدا لضبط العمل الاعلامي سواء الصحفي او التلفزيوني. البند ده هو ميثاق الشرف الاعلامي، لان الفتره اللي فاتت حصل فيها مشاكل كتير في البلد بسبب الاعلام. ده يسخن من هنا وده يشتم من هنا، قناه تقول ثوره والتانيه تقول انقلاب، وللاسف القواعد المهنيه غايبه وما فيش رقيب ولا حسيب. في الفتره الاخيره التجاوز الاعلامي وصل لمنطقه خطره، وبقينا نسمع في بعض القنوات الفاظ بذيئه جدا من بعض الضيوف، ونفس الامر بالنسبه للصحافه. فحلقتنا النهارده هنحاول نعرف ايه اللي وصل الاداء العالمي للمرحله دي، وليه ميثاق الشرف الاعلامي ما ظهرش للنور لحد دلوقتي، ومين اللي هيحط الميثاق ده وايه بنوده، ومين الجهه اللي هتنفذه. مناقشات كتير، لكن بعد الفاصل. حوار القاهرة مع هشام سليم. أهلا بكم مرة تانية. موضوعنا النهاردة عن الممارسات الإعلامية اللي فيها تجاوز ومصير ميثاق الشرف الإعلامي. قبل ما نبدأ المناقشة يسعدني أرحب بضيوفي في الاستوديو، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع الأستاذ أكرم القصاص. أهلا يا فندم. أهلا بيك. وكيل المجلس الأعلى للصحافة الأستاذ صلاح عيسى. أهلا بك. أنا آسف دكتورة ليلى، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية دكتورة ليلى عبد المجيد. أهلا. أنا آسف في التقديم. أحب أبدأ بالأستاذ أكرم. أستاذ أكرم، حضراتكم نشرتوا الأسبوع اللي فات تسجيلات للسيد الرئيس السابق حسني مبارك، وعمل جدل كبير قوي في المجتمع. ليه نشرتوها ورغم ان القانون بيقول ان المصدر لازم يكون موافق على التسجيلات؟ وطبعا تسجيلات الرئيس الاسبق احنا ما وصلت لنا، يعني زميلنا محمود مملوك جابها، وجدنا فيها كلام عن الشأن العام، ما كانش فيها شيء خصوصي، يعني ما هيش محادثات خاصة او تخص العائلة او تخصه هو شخصيا الرئيس الاسبق او غيره، وقررنا ننشره. بالفعل عملنا إعلانات عن النشر، لكن محامي الرئيس الأسبق أبدى استياءه واعتراضه، قال إن هذه التسجيلات قد تكون تمت خلسة، ووجه لنا فعلا إنذار، وإحنا ردينا بخطاب إلى الرئيس الأسبق عن طريق محاميه، قلنا إنه لو هذه التسجيلات تمت خلسة إحنا هنتوقف عن النشر. الحقيقة في اليوم التالي هو ما شاف ال 12 أقر بالنشر، وإحنا حتى أعلننا ده، وبالتالي أصبح الأمر حديث ما هواش حديث مختلس، خاصة كما قلت إنه هذا الكلام كلام في الشأن العام، ما هواش كلام خاصة الشخصيات. يعني أحيانا مثل هذه الأمور أو الحديث تتعلق بالشأن العام بآرائه في السياسة، قد يكون القارئ لديه وجهة نظر إنه هو عاوز يقرأ هذا الأمر. بس اللي طالع فيه يمكن هي الناس قالت التوقيت اشمعنا دلوقتي، هو ما هو في أي وقت كان هيتنشر كان هيبقى اشمعنا، لأنه حتى بعد ما نشرنا الناس قالوا ده كانوا متفقين مع بعض، مع إنه هو أبدى استياءه، وإحنا بالفعل كنا عندنا استعداد نتوقف ونضحي بهذا السبق قابل إنه هو لو اعترض وقال إن ده خلسة، هو ما أقره إحنا أصبح عندنا موافقة منه، وبالتالي تعدينا فكرة المخالفة، لأن إحنا كنا حريصين جدا على الالتزام بده. الأمر الأهم هنا هو إنه مثل هذه الأمور في الواقع بتحاط إنه الناس بتبقى عاوزة تعرف الشخصيات العامة أو الشخصيات السياسية، مثل هذه الأمور والآراء ربما بعدها تردد في المحاكمات العلنية اللي إحنا شفناها، كان الأمل إنه يبقى في محاكمات علنية سياسية للنظام السابق بشكل واضح عشان الناس تعرف إيه اللي كان بيدور وإيه الطريقة. ربما هذه الأحاديث بتظهر بدرجة كبيرة كيف كانت تدار البلد، ما هو تصوره. أحيانا هو كان بيقول آراء تتناقض مع ما استنتجه بعد ذلك، زي ما هو قال على الفريق السيسي أنه إخوان قبل 30 يونيو، ثم بعد ذلك قال ده طلع عقر. يعني هذه الأمور ورأيه في الإخوان ورأيه في إنه، فالحقيقة أنه في التوتال النهائي للأحاديث كان في فائدة ما، إحنا قلنا أنه القارئ من حقه يعرف، لكن كمان التزمنا بفكرة موافقة الطرف الأساسي في هذا الموضوع. أستاذ صلاح، بعد إذن سيادتك، اللي وصلنا له أن طبيب هو اللي كان مخالف، طبيب سيادة الرئيس مبارك اللي خالف ميثاق مهنة الطب وسرب التسجيلات لمريض عنده، هل من حق الصحافة تنشر التسجيلات دي؟ طبعا
طبعا الصحافه من حقها انها تنشر التسجيلات طالما انها لم تقم، من هي التي لم تقم بها، هي التي لم تطلب من الطبيب ان يقوم بها. انا لو صحفي وجات لي صوره مثلا تنطوي على حدث، مش حاضر اقول ان انا ما انشرهاش. هنا المشكلة الأساسية في الموضوع، الجريمة الحقيقية هي الطبيب الذي سجل خلسة، دي المسؤولية القانونية تقع عليه، لأنه التسجيل الأحاديث أو التنصت بشكل عام محظور في القانون وعليه عقوبة، إلا إذا كان يتعلق بجريمة وبإذن من القاضي المختص. وبالتالي ده التنصت الوحيد المسموح به هو أن تكون الشرطة أو النيابة بتتابع جريمة معينة ثم تحتاج لأدلة عليها فتطلب التنصت على المكالمات التليفونية لفلان وفلان وتأخذ إذن من القاضي الجزئي يعطيها إذن بالتسجيل لمدة محددة. طب هل الصحافة قبل ما تنشر مش لازم تسأل اللي جايب الموضوع ده تقول له أنت خدت موافقته فيه ولا مش المفروض تسأل؟ لا، ملاش دعوة بالموضوع. أنا كصحفي لما بيجيني يعني سبق صحفي بهذا الحجم أنشره، طالما انا لا انا اللي طلبت من الطبيب ان هو يسجله، هو واحد سجله لوحده لسبب ما عنده، ربما يكون منذ البدايه ينوي ان يعرضه على صحيفه او اكثر اذا قبلته فبتنشره. فبالتالي هو لا عليه مسؤوليه. وانا اظن الرئيس الاسبق مبارك ادرك هذه الحكايه، والدفاع بتاعه ادرك هذه الحكايه، اعتبر الجريده غير مسؤوله. وان هو المشكله هي مشكله الطبيب الحقيقه، جريمه الطبيب ده جريمه يعني كبيره، يعني الحقيقه مش هين. يعني اولا ده تسجيل خلص، ثانيا هذا رجل مريض وطاعم في السن عنده 82 سنه، وبعدين كان واضح من التسجيلات اللي قراها بدقه يحس ان في عمليه استنطاق. ايوه يا استاذ صلاح، بس بعد ما اتنشر قالوا ان برضو الصحافه غلطانه انها تنشر حاجه مش متاكده انها مشاركه في هذه الجريمه. متأكدة الصوت الرئيس الاسبق لا يستطيع احد ان يدعي انه هو لا يعرف. لا انا لا اعتقد انه في جريمه مهنيه بالنسبه للصحيفه. من وجهه نظري لا اعتقد انه في جريمه مهنيه بالنسبه للصحيفه، لكن في جريمه مهنيه بالقطع بالنسبه للطبيب الذي سجل، ولو او اي حد تاني يسجل. المريض اللي موجود ده امانه، دي تقاليد مهنه الطب. أيوة. نفسها. أيوة. ما يصحش ان انا وانا بعد البنج بخطرف مثلا فالطبيب يسجل لي او يطلع يقول ده كان بيقول او بيعيد، لانه دي شرف المهنه، وده مفروض ان هو دي اسرار مريضه فلا يجوز ان هو يشيع عنها اي شيء. دكتوره ليلى، في حاله دي ايه تقييم حضرتك للممارسات الاعلاميه في الصحافه والتلفزيون حاليا؟ هو طبعا صعب ان احنا نعمم، في طبعا بعض الممارسات التي لا تتفق مع لا المعايير المهنيه ولا المعايير الاخلاقيه، لكن انا ضد التعميم، لانه بشكل عام في ممارسه، يعني انا لا احد يستطيع ان ينكر ان الصحافه والتلفزيون وكان لهم دور مهم جدا في التغيير اللي شهدته مصر والانتقال اللي حصل بعد 30 يونيو، وكان التمهيد وكشف عن الفساد وكشف عن الخلل الموجود، والدور البطولي اللي انا بعتبره دور بطولي قام به عدد كبير من الصحفيين والزملاء في التلفزيونات القنوات الفضائيه، اللي هم كانوا مهددين وكانوا صورهم بتتحط في كل فتره ويهددوا باقتحامهم وقتلهم ومحطوطين في قوائم سوداء وحاجات زي كده، فهم لعبوا دور مهم قوي في التغيير. لكن هذا لا ينفي انه في بعض الاخطاء المهنيه مع بعضها مقصود ومتعمد. زي ايه يا فن؟ يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، لما نبقى في ضيف معين معروف ان هذا الضيف يعني بيتكلم باستمرار كده بدون اي ضوابط على كلامه وبيعمل نوع من الاثاره، وانا كمذيعه او كمقدمه برنامج او صحفيه اجيبه، يبقى انا قصده، يبقى ده خطا انا قصده. لكن لا، لكن في اخطاء بتحصل نتيجه ان الصحافه اصلا بتشتغل بعاملين مهمين قوي، السبق وعامل الوقت الضاغط، فبالتالي احيانا بتفوت عليها وعندنا مشكله في الحصول على المعلومات. ما زلنا ما عندناش تداول حر للمعلومات وخصوصا في الفتره اللي فاتت دي، وبالتالي ربما يحصل خطا غير مقصود نتيجة السرعة أو نتيجة إن مفيش حرية تداول معلومات أو حرية رجوع للمصادر، أو المصادر اللي المفروض تدي ما بتديش المعلومة، أو نتيجة قنوات مثلا أو صحف عاوزة تعمل تبيع أو تجمع ناس. ده خطأ مقصود. ده خطأ مقصود وده يتحاسب عليه. لكن في أخطاء مهنة
نتيجة طبيعة المهنة نفسها. وبعدين أحيانا بيبقى كمان أنا يعني من ضمن الأخطاء المقصودة اللي أنا شايفها النقل عن شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه أحيانا اللي بيكتب على تويتر أو على الفيسبوك ده مش مهني، ما يعرفش معايير المهنة، مش مفروض أن أنا أنقل عنه بعض الأنباء غير الدقيقة أو غير الموثوق فيها أو اللي أنا متأكدتش منها. أنا ممكن أعتبرها خيط أنا كصحفي أو كإعلامي بسعى بقى أتأكد وأتيقن هي صح ولا غلط، لكن لو أنا خدتها وعلقت عليها وعملت عليها حوار وفتحت حواليها مناقشة، أنا هنا ممكن بأثر تأثير سلبي بدون ما بتأكد. الفترة الأخيرة دي أخطاء شائعة جدا كتير قوي من الشائعات والأنباء غير الدقيقة انتشرت ونشروها بقى عبر وسائل الإعلام الجماهيرية من خلال النقل عن شبكات التواصل، ودي مشكلة حصلت. طبعا احنا عندنا كمان حتة التحيزات الواضحة، وفي بعض الإعلاميين تحولوا، يعني حياتك مثلا محاور، لكن لما تتحول إلى ناشط سياسي بقى وتقعد تقول أراءك وتستبدل أنت بدل الضيف، يعني الضيف ما بيتكلمش وأنت اللي بيتكلم. بس ده ما يمنعش إن أنا أقول أرائي بس بطريقة مهذبة يعني. لكن لا، ده اللي بيحصل أحيانا إنه المذيع هنا ما بيقومش في دوره في إدارة الحوار، ولكن من الأول بيفرض على الحوار شكل معين فبيأثر تأثير مش مظبوط. أستاذ أكرم، الأسبوع اللي فات الحكومة قفلت قناة الفرعي، ويوم عزل السيد الرئيس السابق مرسي قفلت كل القنوات الدينية. في أي حالة من الحالتين الدولة كانت صح؟ والله هو الإغلاق أو العقاب للقنوات الفضائية أو للصحف أو غيره لا يفترض أن يأتي بقرار إداري. يعني ربما إحنا يعني هنفصل بين حاجتين، أولا الإعلام ما بيشتغلش في جو مثالي 100%. الإعلام انعكاس للمجتمع، الصحفيين والإعلاميين ناس مصريين أو أمريكيين أو يعني أي دولة، وبالتالي فهم جزء من هذا المجتمع، فيهم مميزاته وفيهم عيوبه. الحقيقة أنه مسألة الإعلام وإغلاق القنوات، هذه القنوات، القنوات الدينية وبعض القنوات الأخرى وقناة الفرعين أو غيره، كانت ترتكب حسب مواثيق الشرف وحسب الإدانات وحسب المشاهدة بعض الأخطاء أو كثير من الأخطاء، شتائم وفتاوى وتكفير. أتصور أنه المحاكم يجب أن تقوم بدور مهم جدا في هذا الأمر، لأنه في أوروبا ما هو في قنوات المنار مثلا، بعض القنوات العربية تم إغلاقها في أوروبا في فرنسا وفي غيره بأحكام قضائية، وفي أمريكا التعديل الأمريكي في الدستور الأمريكي أنه لا يتم تعطيل أي أداة إعلامية بقرار إداري. إحنا بنتكلم على أنه القضاء يجب أن يقوم بدوره، أنه الحكومة أو الدولة أو الأشخاص المضارين بهذا الأمر بيلجأوا للقضاء، القضاء يطبق هذا يعني الأمر. يعني حضرتك بتشجع أن الصحافة تخش المحاكم؟ هو القضاء هو وحده، بمعنى أنت بتسألني على قرار إغلاق هذه القنوات هل كان صح ولا غلط. القرار هدفه في النهاية صحيح، لكنه بقرار إداري، وبالتالي فهنا القوة المفرطة في استخدامها أن أنا قفلته فممكن يطلع من مكان تاني أو غيره، لكن أنا أما أقفله وألجأ للقضاء أقول والله هذه مخالفاته والقضاء بيطبق القانون، لأنه يعني كل المخالفات التي ترتكب من شتائم من قذف مسب هي تغلق القنوات وتغلق الصحف بقرار بالقضاء، بمعنى أنه أنت حضرتك بتسألني بتقول يروح القضاء، ما هو القضاء في النهاية هو الفاصل النهائي، لأنه لا أنا ولا أنت ولا الحكومة، ربما البعض يرى أنه القرار الإداري، طب ما هذه القنوات تلجأ إلى القضاء وبالتالي القضاء يعطيها الحق. طب أنا عايز أسأل سؤال، يعني أنا قناة فضائية وعارف زي ما الدكتورة ليلى قالت أن في مثلا فلان الفلاني لما بيجي بيستخدم ألفاظ مش ألفاظ لطيفة، فهل المفروض مش المفروض أن أنا أمنع هذا أو أتفق مع هذا الضيف أنه ما يستعملش هذا الكلام؟ ما هو بالزبط. وليه قنوات تانية بتستضيفه؟ هو هنا نفس النقطة، يعني إحنا مش مختلفين في الهدف النهائي اللي هو ضبط الإعلام، هو في الطريقة، بمعنى أنه قوانين هيئة الاستثمار وقوانين منطقة الانتاج الإعلامي بتقول أنه لا يجوز التمييز، لا يجوز تقديم برامج عنصرية أو تكفيرية أو فيها سب وقذف أو فيها شتائم، وبالتالي فالقانون فيه يمنع هذا الأمر، القانون يمنع هذه القنوات. لكن الحقيقة أنه حينما يتم تطبيق القانون بيطبق بطريقتين، إما أن الجهة الإدارية مباشرة تقول له أنت خالفت القانون وبالتالي أنت كده رخصتك اتلغت، وده اللي حصل،
الخطوة الثانية هنا أن يلجأ هذا الشخص إلى القضاء فيطعن، يقول له رخصتك اتلغت أو لا. أنا بنتكلم على حاجتين بس، إنه إغلاق القنوات دائما بيبقى عقاب جماعي للعاملين في القنوات أو الصحف. بمعنى إيه؟ يعني أنت بتقول إنه واحد غلط مش خمس ضروري. برامج مش ضروري أنا ما فيش مانع إن أنا أمنع هذه البرامج بقناة. والحقيقة إنه القضاء المصري فيه أحكام على بس البرامج، كثير من البرامج وكثير من الأشخاص اللي حضرتك بتضرب بيهم أمثلة منعهم من الظهور في التلفزيون، وهذا حكم مرضي. الفكرة الرئيسية هنا إنه هذه القنوات الحقيقة كان فيها عدد كتير من البرامج السيئة وبعض البرامج اللي هي ممكن ما تدخلش في الأمر. بالتالي هنا بنراعي يعني حاجتين، إن أنا بأغلق البرامج التي تسيء أو أعاقبها أو وجه لها إنذارات والقضاء يعاقبها، في نفس الوقت لا أضير عدد 100 200 300 ألف بيعملوا في القناة أو في الصحيفة. لذلك كان الخلاف في الدستور 2012 في 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 الصحف إنه كان فيه إغلاق للصحف بغير الطريق الإداري بغير الطريق القضائي. عاقب اللي غلط مش ضروري الباب. أيوة، يفتح الباب لفكرة الفي، هو ده الخطر الحقيقي. لكن مواثيق الشرف والإلزام بمواثيق الشرف أعتقد إن أهميتها المعنوية بتكون أقوى من أهميتها المادية. بمعنى انه احيانا التعطيل والاحكام وغيره بتكون اضعف من فكره يعني مواثيق الشرف في اوروبا او اللي موجوده حتى موجود في مصر في النقابه او غيره. حينما تخطئ صحيفه او تخطئ قناه فضائيه ويصدر رؤساء اتحاد رؤساء التحرير او الجهه المنوط بها ادانه واضحه لانه هذا الامر مخالف، بيكون اثره مع الجمهور ومع وعلى مصداقيه المكان بيهبطه جدا. بالاضافه الى انه كمان مش عقوبات الحبس، عقوبات الغرامات بتغلق جرائد وقنوات فضائيه. ده غير ان الشخص اللي بيقول هذا الافاظ برضه احترامه بينزل بالنسبه، هو اللي بيخسر اول واحد بيخسر هو، ويجب ان يدفع ثمن ذلك. يعني ما يدفعه ماديا انا اعتقد انه ده يتم ردع بشكل كبير. استاذ صلاح، الحكومه قالت انها هترجع 6 قنوات دينيه لكن بشروط، هل الشروط دي المفروض انها تتطبق برضو على القنوات المدنية؟ لا، والقنوات الدينية الحقيقة موضوع له طبيعة خاصة، ويمكن هو احنا كلنا يعني لغاية قبل 30 يونيو هي اغلقت هذه القنوات في 30 يونيو في 2 يوليو تقريبا، لكن هذه القنوات لعبت دور خطير جدا جدا في مصر، نشرت درجة عالية جدا من إصدار أحكام التكفير، كانت بتصدر أحكام بحق أشخاص بالاسم بأنها كافرة، ومعنى هذا تحريض على قتلها في الواقع الأمر بأنها كافرة بواقع حكم كل نص ساعة على شخص معين. الجانب الآخر البذاءة التي لم يسبق لها مثيل، والفحش في الكلام الذي لا يليق لا بناس يعني مسلمين ولا متدينين ولا حتى تلقوا أدنى قدر من التهذيب في بيوتهم، فكان شيء بشع جدا جدا. وطرق لهذه القنوات، وفي ما في برضه قنوات مدنيه يا فندم بتعمل نفس الكلام الى هذا المستوى الهابط. لا، ما هو احنا ما بنتكلمش على مين اللي اكتر، احنا بنتكلم على الاساس يا صلاح بيه. طيب يعني هما الاثنين بيعملوا كده بس الحل. وفوضى فوضى الفتاوي دي حاجه خطيره. لا ما انا فاهم، انا اصلا هذه القنوات في الواقع هي في القانون وفي قانون هيئه الاستثمار ما فيش حاجه اسمها قنوات دينيه، في قنوات منوعات. كل القنوات دي يعني واخده ترخيص باعتبارها قنوات منوعات، بعد شويه تحولت الى او هي من ساعه ما خدت الترخيص بدات تشتغل على اساس انها قنوات دينيه، وبعدين تحول او بمعنى ادق اصبحت قنوات دينيه مذهبيه، يعني قناه سنيه متشدده، قناه شيعيه، قناه الى اخره. وبعدين فضلا عن هذا تحولت الى قنوات حزبيه تنطق باسم قوى سياسيه معينه. فالحقيقه ده كان السبب في اغلاق كم من الاخطاء. وطبعا هذا النوع من القنوات هو القنوات الوحيده التي صدر بحق مقدمي برامج فيها او متحدثين فيها احكام بالحبس بتهمه مشينه، وهي تهمه الطعن في الاعراض. يعني دي ناس راحت قامت تطعن في اعراض سيدات فضليات ومواطنات فضليات، وده حتى الامر محرم في الشريعه الاسلاميه، دي جريمه قتل بيعاقب عليها بالجلد 80 جلد في الشريعه الاسلاميه. فهذه القنوات كان لابد من اعاده تنظيم. هو قيل ان كل القنوات الدينيه اتقفلت، غير صحيح. هي 3 أو 4 قنوات خلطت، اولا حولت من قنوات منوعات الى قنوات دينيه، من قنوات دينيه الى قنوات مذهبيه، من قنوات مذهبيه الى قنوات حزبيه، وبالتالي مخالفه لكل حاجه، وما فيش جهه من جهات
من هيئة الاستثمار لا أنظرتها ولا حاجة بحكم أنه الحكم كان كما وانا عليه. بما أن حضرتك جبت سيرة هيئة الاستثمار، أنا عايز أسأل الدكتورة ليلى، هل وزارة الاستثمار هي المفروض اللي تراقب هذه القنوات ولا وزارة الإعلام؟ ولا وزارة وفي الحالة الإعلام دي ولا إيه موقف وفي الحالة مين اللي بيراقب؟ إيه موقف القنوات الخاصة؟ حضرتك احنا عندنا في الحته دي فوضى تشريعيه فيما يتعلق بالفضائيات. يعني احنا تاريخيا الفضائيات لما بدات عندنا بدات بقرار لمجلس الوزراء، ما حصلش تعديل في قانون اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي هو قانون اتحاد الاذاعه والتلفزيون المنوط به وحده حق البث، ولكن صدر قرار من مجلس الوزراء انه بيدي حق البث من خلال المنطقه الحره اللي تابعه لهيئه الاستثمار لقنوات فضائيه وليست ارضيه. الحقيقة احنا ما عندناش يعني عندنا فوضى في الجزئية دي، ما عندناش قانون بينظم البث الإذاعي المرئي والمسموع بشكل عام. يعني احنا محتاجين حتى قانون 13 سنة 79 وتعديلاته اللي معمول بيه حاليا، محتاجين انه ده كله يتعدل ويتغير، يبقى في عندنا قانون واضح، لانه المفترض ان يبقى في فعلا الإعلام يبقى مستقل. وبالتالي سواء الإعلام الدولة اللي احنا عايزينه يقدم خدمة عامة، مش مفروض ان هو يبقى تبع الحكومة في النهاية، وكل نظام يجي يمشيه على مزاجه، وده اللي شفناه. طبعا. والإعلاميين نفسهم كانوا زي ما يكونوا بضاعة كده عمالة تتنقل من حد لحد، الأرض ومن يملكها. والحاجة التانية ان بالنسبة للفضائيات برضو ما ينفعش ان انا اخلي وزارة الإعلام، انا شخصيا ضد وزاره الاعلام، وبطالب بان وزاره الاعلام ما يبقاش في حاجه اسمها وزاره اعلام في دوله بتتكلم على الديمقراطيه. انما يبقى فيه اولا زي ما حضرتك كنت بتشير مساله ان يبقى في عندنا قانون واضح، عشان الاعلام حريته مش معناها فوضى، الحريه لازم يبقى لها تنظيم وليس تقييد. يبقى قانون واضح واحد. قانون واضح ومحدد، ويبقى فيه هيئه مستقله من شخصيات وخبراء ما هماش حزبيين وما هماش حكوميين او رسميين. هذه الهيئة يكون في ميثاق شرف، أنا بطالب الميثاق ده، لازم الإعلاميين يشتركوا في وضعه، ما ينفعش نفرضه عليهم، يبقوا موافقين عليه وملتزمين به بإرادتهم وليس جبرا ولا قسرا. ويبقى الهيئة دي بتتلقى الشكاوي، الهيئة المستقلة دي تتلقى الشكاوي من أي ممارسة أو أداء إعلامي غير صحيح تحقق فيه، ومن ثم تعمل التجريم المعنوي اللي قال عليه الأستاذ. طيب بخصوص التحيات يا أستاذ أكرم، في الفترة اللي فاتت سمعنا بعض الضيوف طبعا بيقولوا ألفاظ مش لطيفة جدا. طيب دي غلطة القناة ولا الضيف ولا غلطة مين؟ سريعا هي غلطة المكون كله، بمعنى أنه القناة لو عارفة أن فلان شتام وبتجيبه يبقى هي عارفة أنها عاملة حلقة شتيم. المذيع اللي بيجيب او غيره بيجيب عارف انه واحد شتام، وبالتالي فهو الاساس هنا انه يكون في قاعده عامه بتحكم الجميع. موثق الشرف بالمناسبه نقابه الصحفيين فيها ميثاق شرف منذ الستينات وثم السبعينات، وموجود وفيه كل النصوص التي تمنع الازدراء والشتيمه والقذف والسب، وحتى كمان احد الناس يعني نشر الاطفال صور الاطفال المتهمين او نشر صوره متهم واسمه قبل ما يصدر عليه حكم قضائي، كل هذه الامور موجوده. قبل ما نخلص عاوز بس اسال الاستاذ صلاح بعد اذنك سؤال واحد. احنا بنقول ان في ناس بتجيب ناس علشان يتفرجوا عليهم بيقولوا الفاظ، هل المزاج المصري وصل للدرجه دي؟ يعني انا عايز اقول بس عشان برضو ما نظلمش نفسنا قوي، اولا عايزين يعني نرسخ هذه القاعده، انه اصلا الحياه الشاقه بتخلق او الجلفه بتخلق جلافه في التعبيرات. الشعب المصري شعب دمه خفيف وعنده نوع من الادب ونوع من الاحترام والى اخره، لكن حياته شاقه جدا. اي حياه شاقه بتخلق نوع من الجلافه في التعبير وفي التعامل، ولما بيبقى فيه توترات الناس ما بتطيقش بعض وممكن طول النهار عماله تشتم وبتاع. عايز اقول ان بلد زي الولايات المتحده الامريكيه كلنا بنشوف الافلام الامريكيه ونشوف حجم الالفاظ اللي بتتقال على السنه الممثلين، وبعضها فاحش جدا وبعضها مقرف جدا. بعد اذنك بعد اذنك لازم نقطع، احنا كنا بنتكلم عن امريكا ولكن في مصر متهيألي الوضع مختلف. من الذي سيضع ميثاق الشرف الاعلامي المنصوص عليه في خارطه الطريق؟ وما هي بنوده؟ ولماذا نحتاج إلى ميثاق شرف رغم وجود القوانين؟ سؤال لضيوفنا لكن بعد الفاصل. لسه بنتكلم على ميثاق الشرف الإعلامي ومين المسؤول عن وضعه وهيقول إيه الميثاق ده. أستاذ أكرم،
مين هيحط الميثاق ده؟ نقابة الصحفيين ولا المجلس الأعلى للصحافة؟ وإيه الوضع هيبقى بالنسبة للتلفزيون؟ هو زي ما قلت انه نقابة الصحفيين منذ السبعينات كان فيها ميثاق شرف صحفي، والحقيقة انه تجدد الحديث حواليه في الثمانينات والتسعينات وكده، وكان دايما بيبقى فيه خروجات على الميثاق. الميثاق بيحدد فكرة انه بيمنع السب والقذف، التمييز، الشتائم العنصرية، التعريض بالأعراض، فكرة انه يبقى فيه تمييز ديني او تمييز، كل ده موجود الحقيقة في الميثاق. وكمان بالإضافة ليه في مواد مهمة جدا محدش بياخد باله منها، لانه ميثاق الشرف الناس بتهتم اكتر بالناس المشهورة، بالشخصيات العامة، بالفنانين، بالسياسيين وغيره، مع ان بره مواثيق الشرف بتسمح بدرجة كبيرة جدا من النقد للشخصيات العامة، بينما تحمي الخصوصيات للافراد. بمعنى انه احنا عندنا في ميثاق الشرف الموجود في نقابة الصحفيين، واعتقد انه يصلح للاعلاميين يعني بشكل عام، انه ممنوع مثلا يتم نشر الاحداث المتهمين في قضايا المجرم او المتهم، لا يتم صورة لا نشر اسمه ولا صورته الا بعد صدور حكم قضائي نهائي. طب الميثاق موجود، هل بيطبق؟ ما هو المواثيق بقى فكرة عدم وجود، دكتورة ليلى قالت انه ما فيش قوانين واضحة محددة. الحقيقة انه عندنا في قوانين العقوبات، احنا كان عندنا مشكلة مع الدولة ومع الحزب الوطني ايام الرئيس الاسبق، في فكرة انه عندنا 20 قانون، قانون العقوبات، قوانين النشر، قوانين الصحافة، قوانين تنظيم الصحافة، كانت كل المطالبة انه يتم تجميع هذه العقوبات او هذه القوانين في قانون واحد. ليه؟ لأنه كان بعض الناس بتلجأ للسب والقذف، ده موجود في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، في قوانين تنظيم الصحافة، في قوانين الإهانة، الشخصيات العامة، الشتائم، القذف والسب هي جريمة لا ترتبط بالصحافة فقط، ترتبط بأي اثنين لو شتموا بعض في الشارع قدام ناس فده سب وقذف. وكان في الصحافة أحيانا الناس بتدان لمجرد أنه بعد بريد لجريدة فالجريدة نشرته فالجريدة تدان وغيره. فكان كل المطلب أنه يتم تنظيم ده. وحضرتك بتسأل بتقول مواثيق الشرف، مواثيق الشرف في الحقيقة بعض الناس بتتخيل انها يجب ان تتحول الى عقوبات. مواثيق الشرف بره وفي كل الدول الديمقراطيه بتقوم بدور معنوي اقوى من الدور المادي، بمعنى انه زي ما قلت انه اتحاد رؤساء التحرير او غيره حينما يدين صحيفه فانه بتصل الى مشكله كبيره جدا مع المجتمع وتبدا تنزل، لانه موضوع الفضايح الحقيقه والسب والقذف وغيره هي قضيه بالمناسبه مثاره في كل دول العالم. لانه كان في حد يعني قضية مشهورة جدا في أمريكا إن في صحيفة نشرت فلان اللص فلان الفلان، هو كان لسه مقبوض عليه، هو رفع دعوة وخط تعويض لسببين، إن هي أصدرت عليه حكم قبل صدور الحكم القضائي، هو في الوقت ده ما كانش لص ما يعني ما هدنش. الأمر الآخر أنه حتى لو صدر ضده حكم فليس من حق الصحيفة أن تكرر الحكم بأنها تشهر به، فخد التعويض على ده. الحقيقة إنه المحاكم اللي بترس ده أكتر من ده، بمعنى إنه المواثيق الشرف قوتها المعنوية إن يبقى ليها شخصيات مستقلة، شخصيات ذات قوة مستقلة عن الأحزاب والتيارات الأخرى، فكرة الاستقلالية وقانون واحد وصريح، فكرة الاستقلالية في هذه المؤسسات بتديها مصداقية أكتر. بمعنى إنه ما تبقى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى مين بيحط، هو مش المشكلة إن مين بيحط ده، آلية التطبيق، لأنه مين اللي بينفذ؟ حتى في الدستور عندنا، دستور 71 ودستور 2012 وحتى كل الدساتير، كان في مواد عظيمة جدا عن الحريات لا تطبق، مواد عظيمة جدا عن العدالة الاجتماعية وضمان العلاج بتتحول إلى حبر على ورق. بمعنى أنه إذا أنا ما عملتش آلية حقيقية لتطبيق هذه المواد القانونية وأن يبقى فيه هيئات مستقلة ويبقى فيه يعني ردع حقيقي وأن قوة القانون، أعتقد أنها تبقى مجرد حبر على ورق. أستاذ صلاح، من كام سنة بنتكلم عن ميثاق الشرف الإعلامي، إيه هي البنود وإيه دوركم في المجلس الأعلى للصحافة في وضعه؟ أنا عايز بس أضيف للأستاذ أكرم حاجة مهمة، هو في دستور 2012 ومش عارف في مسودة لجنة العشرة أبقوا عليها أو لم يبقوا عليه، إنه الذي يضع مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية هو النقابة المهنية، والمهنية بشكل عام هو النقابة المهنية هي التي تضع ميثاق الشرف وهي التي تطبقه، لأن العقوبات على مخالفته عقوبات تأديبية. يعني عندنا في نقابة الصحفيين عندنا ميثاق شرف صحفي، اللي يخالف هذا الميثاق بيعاقب أما بالإنذار أما بالغرامة أما بالمنع ممارسة المهنة لمدة شهر ثم لمدة 6 أشهر ثم لمدة سنة ثم يفصل من النقابة. بس الإعلاميين ما عندهمش نقابة لغاية دلوقتي. هذا هو النقطة بقى، دي الإشكالية فيما يتعلق بمواثيق الشرف الإعلامي، إن الإعلاميين ما عندهمش نقابة وعندهم خلاف قانون هذه النقابة موجود
واتعمل يعني عمله الدكتور نور فرحات قبل ذلك، واعتمد في العهد حتى الاسبق اللي هو عهد الرئيس السابق الاسبق محمد حسني مبارك. وهذا القانون مخاوف الاعلاميين ايه يعني؟ اللي انا فهمته من بعض زملائنا الاعلاميين النشطاء في هذا المجال انه في لجنه فيها الاستاذه منى الشاذلي، فيها الاستاذ سيد الغضبان، فيها الاستاذ حمدي انديل، فيها الدكتور ياسر عبد العزيز، وكل هؤلاء معنيين بهذا الموضوع، بس عندهم مخاوف شديده جدا. انا رايي انها مبالغ فيها، من ان لو النقابه دي اتعملت هينضم اليها موظف التلفزيون المصري، ودول عدد كبير جدا، وبالتالي هتسيطر عليها الاتجاه الذي يفترض انه يكون مساند للحكومه بحكم ان دول موظفين في الحكومه، وهم لا يضعوا في اعتبارهم انه التغييرات بتتكلم عن انه التلفزيون الحكومي ده مش هيبقى حكومي، هيبقى تابع حقيقه مستقله. بس هو لو انضم الى النقابه، في لوائح للنقابه، لو ما نفذهاش هو النقابه هتعاقبه. فاحنا خايفين من ايه؟ النقابه في الاخر تتحول مجلس ادارتها لاغلبيتها من العاملين في التلفزيون الرسمي. شروط العضويه زي نقابه الصحفيين، يعني هذه انا بتكلم عن المخاوف اللي موجوده عندهم. ومع ذلك مشكله ثقه برضه بيننا وبين نفسنا. ده ما يمنعش حاجه اساسيه، اولا ان كل قناه فضائيه وكل قناه تلفزيونيه لازم يبقى لها ميثاق شرف اخلاقي خاص بها، وده موجود في كل دول العالم، في مواثيق عامه وفي الاخر وكاله زي الروتر تيجي تحط ميثاق شرف مهني تقول فيه انه الصحفي اللي بيشتغل في رويتر لو واحد مصدر عزمه على فنجان قهوه في فندق لازم يدفع حسابه معاه، عشان المصدر ما يبقاش اشتراه فنجان قهوه ولا يقبل منه هديه ولا يقبل منه حاجه. فلازم كل قناه فضائيه وكل تلفزيوني كله هو ميثاق الشرف الاخلاقي الخاص به، وان كل العاملين به اول حاجه ان هم يحفظوا هذا الميثاق ويطبقوه ويحاسبوا في داخل القناة على مخالفتهم له. أرجع تاني للدكتورة ليلى وأقول لحضرتك، شايفة إن إحنا محتاجين ميثاق وإحنا عندنا قوانين كتير قوي، هل الميثاق ده هيكون أقوى من القوانين اللي موجودة؟ ما إحنا في الحقيقة محتاجين نراجع كل هذه القوانين، لأن في منها قوانين مش هدفها تنظيم ممارسة الحرية ولكن هدفها التقييد، يعني قانون العقوبات مليان جرائم في جرائم النشر والعلنية يعني عفى عليها الزمن من أيام من القرن 19 يعني، وبالتالي عمالة في كل قانون تتعدل وتتحط. لا، احنا عايزين بالعكس، احنا عايزين ما نوديش الإعلامي للمحكمة إلا في أشد يعني لما يكون ارتكب جريمة يعني ما فيش مفر من أنه يدخل فيها المحكمة، لكن عايزين أنه إذا حصل خطأ مهني أو خطأ في أخلاقيات المهنة، لأن عندنا معايير مهنية عندنا معايير أخلاقية، يبقى في زي ما قال الاستاذ صلاح والاستاذ اكرم، يبقى في اولا فعلا انا مع دي منظومه متكامله ان احنا يبقى عندنا مدونه سلوك لكل قناه او لكل صحيفه معلنه وكل الجماهير تبقى عارفاها ومن حقها تشتكي، تبعت لهيئه بقى مستقله ان خرجوا على ميثاقهم او مع مدونه. طب ازاي كل قناه او كل جريده يبقى لها لوائحها الخاصه؟ ما دي لايحه ودي لايحه ودي لايحه، الحاجات دي مش يعني هنخترع العجله، الحاجات دي معروفه يعني. حياتك في المعايير المهنيه عندنا الدقه مثلا، عندنا نسبه الماده الصحفيه او الاعلاميه لمصدرها، عندنا مثلا النزاهه المهنيه اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ صلاح، ان ما يكونش اللي بكتبه او بقوله هدفه منفعه شخصيه ولا مصلحه ذاتيه، عندنا الحياديه التوازن، كل دي حاجات معروفه كلنا بنلتزم بيها. انا عاوز اسال سؤال، احنا بنلتزم بس احنا كبني ادمين مع بعض المفروض نلتزم بالاحترام. هي عمليه تنشئه كل واحد يعني، هي مهمه قوي التنشئه، احنا في كليات الاعلام بندرس الكلام ده، لكن مش كل اللي بيشتغلوا في الاعلام هم طلبه الاعلام. استاذ اكرم، لو تنشئه يبقى احنا بنكلم عن الطفل في الحضانه وفي الشارع وفي المدرسه ايه راي حضرتك بسرعه؟ طبعا انا زي ما قلت من الاول، الحقيقه انه الصحافه جزء من المجتمع وانعكاس ليه بشكل كبير، وفكره انه المؤسسات يعني احنا عندنا في اليوم السابع وكثير من المؤسسات الحقيقه الصحفيه عندها مدونه، التوثيق، التاكد من اكثر من مصدر، نشر الرد، حق الرد، كل دي موجوده. لكن الحقيقه انه كمان في جزء من هذا الامر في جزء عالمي، يعني مش بس عندنا. الشكاوى عندنا يعني بره، احنا شفنا الاميره ديانا ماتت ازاي، وفكره المصورين والناس، وفكره الفضائحيه موجوده في كل حاجه في الدنيا. اه طبعا، وجرايد التابلويد بتبيع وبتوزع في كل حاجه. الفكره الرئيسيه قد ايه ان دي للتسليه ولا هي دي الاصل؟ الاصل يعني الاغلبيه
ممكن تبقى جيدة وتبقى ملتزمة وتبقى قادرة انها تولد ده. الباقي كله اما يتم تنظيم كافة التفاصيل احنا مستنيين التنظيم. بعد الفاصل مين اللي هيحاسب الاعلاميين لما يغلطوا؟ هنحاول نعرف الاجابة لكن بعد الفاصل. اهلا بيكم في اخر فقرات حلقتنا النهاردة في حوار القاهرة. لسه بنتكلم عن الممارسات الإعلانية وميثاق الشرف الإعلامي. اللي يغلط لازم يتحاسب، لكن مين اللي هيحاسبه؟ أستاذ أكرم، مين يحاسب الصحفيين لما يغلطوا؟ وهل حصل قبل كده أن النقابة حاسبت صحفي؟ والحقيقة أنه الصحف نفسها بتحاسب، يعني طبيعي جدا أنه القضاء، يعني زي ما قلنا أن في قوانين كتيرة وسب وقذف وأنه عدم المصداقية. بالتأكيد الصحيفة، أنا كراجل مسؤول في الصحيفة لما يجي صحفي بيجيله ردود كتير أو يتضح أنه كاذب أو غيره، بالتأكيد بيعاقب جوا صحيفته، مش عندي بس، في كل الصحف بيعاقب لأنه ارتكب خطأ من أول واحد لآخر واحد. فكرة النقابة أنه قبل كده حاسبت، هو الحقيقة أنه في نهاية يمكن من 2005 و2006 كانت زادت قوي القضايا وتعملت لجان في مجلس نقابة الصحفيين، وكان في المجلس أعلى الصحافة، وما تزال هذا الأمر مفتوح. فكرة أنه أحد الناس ومن يدار والشخصيات العامة وغيره بيقدم شكوى وبيتم التحقيق، وتم التحقيق في بعض هذه الشكاوى سواء بإنهائها بالاعتذار أو غيره أو يعني وقف الإجراءات أو السير فيها. لكن الحقيقة أنه فكرة المحاسبة زي ما قلنا بمجالس مستقله، اولا مجلس نقابه الصحفيين يكون يعني منتخب. اكيد هو منتخب. المجلس الاعلى للصحافه، المجالس ما تكون مستقله وقادره على انه ما فيش حد ماسكها من ايديها اللي بتوجعها، بتكون قادره على حساب الناس، وزي ما قلنا انه الحساب المعنوي احيانا بيبقى اقوى، بالاضافه الى انه اللجوء الى القضاء ده حق لاي مواطن يدار بشكل كبير. لكن كمان احيانا الحقيقه انه الشخصيات العامه او الفنانين او بيتم ايه، بيدخلوا في معارك مع بعض او بيتم تسريب من هنا لهنا، حق الرد من هنا لهنا. هي الفكره هنا انه اصلاح كافه المنظومه، بمعنى انه انا الصحافه تبقى جيده والقضاء يبقى جيد ويبقى فيه الاعلام مستقل ويبقى فيه القانون بيطبق على الكل، قانون المرور، كل هذه الامور الحقيقه ما بترتبط ببعضيها ويبقى فيه منظومه قانونيه شامله ومحدده، اعتقد انها تقدر تحاسب الكل. استاذ صلاح، لو حصل ان صحفي او اعلامي غلط والنقابه حاسبته، طب حق الشخص او المؤسسه اللي غلط فيها ياخده منين؟ هل مش حقه يروح برضه للقضاء ولا يعمل ايه ولا؟ لا، واحنا زي ما قال الاستاذ اكرم كده، احنا المشكله الاساسيه هو ما هي الوسيله التي يعني ايه نعاقب بها الصحف واجهزه الاعلام على ما تقع فيه في الاخطاء. الفكره اللي موجوده عند الحكومات وبالذات الحكومات الاستبداديه زي الانظمه بتاعتنا اللي بتحكمنا دي والعالم العربي كله، هو العقوبه البدنيه. الصحافة دي مهنة، هي دي مهنة ترتكب بقلم واحد قاعد عمال بيكتب أو ماخد حبسه، ما ينفعش. مفيش دولة من دول العالم المتقدم فيها عقوبة اسمها عقوبة الحبس على كلام بيتقال. طب حضرتك تقترح إيه؟ ولذلك إحنا ما إحنا اقترحنا إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. يبقى غرامات. مفيش حبس. غرامات. في غرامة. أنا عملت كذا، دي العقوبات اللي هي العقوبات الجنائية. ده هيدفعها للنقابة. لا، هيدفعها للدولة. للدولة. الدولة. طيب. هروح المحكمة. هروح الشخص اللي اتأذى في الكلام ده. ده في التعويض المدني بقى. في التعويض المدني. يعني لازم يرفع عليه قضية. يرفع عليه قضية هو. يبقى في اولا الغرامة ودي بيؤديها للدولة. وبعدين ثانيا التعويض المدني وبتتأدى للمتضرر. وبعدين هنا كمان في من الممكن المحاكمة التأديبية. المحاكمة التأديبية دي زي ما قلت انا قبل كده فيها عقوبات، الوقف عن ممارسة المهنة، أولا الإنذار، ثانيا اللوم والإنذار، الغرامة، الوقف عن ممارسة المهنة شهر، ست أشهر، سنة، الرفض من النقابة، ده معناه إنه ما يعرفش يمارس الصحافة. دي العقوبات، جدول العقوبات. الخطوة الأولية التي لازم تبدأ فيه هو إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. أنا عندي 43 مادة في قانون العقوبات وغيره من القوانين تحبس الصحفي. هذه المواد لو كانت بتطبق كان زماننا كلنا في السجن، انما هي في الواقع محطوطه من باب التهديد، والحكومه ما تطلعهاش الا ما واحد يغزها قوي فتقول هاتوا ده بقى وتقول له ده في قانون، وصحفييها واللي بيدعوا لها بيرتكبوها ليل نهار ما حدش يقول لهم حاجه. احنا عايزين نوقف اللعبه دي، عايزين
اولا المواد السالبه للحريه في جرائم النشر تلغى تماما ما عدا اربع جرائم بس او ثلاث جرائم بس، اللي هو التحريض على العنف، الطعن في الاعراض، الدعوه للتمييز بسبب الدين او الجنس. دول اللي احنا بنقبل فيهم الحبس. بعد كده مفيش حبس. ما تقوليش الذرائح ده هيئات الحكم، ما تقوليش سب مجلس الشعب، ما تقوليش مش عارف الرئيس وهكذا. في 243 ماده بقول لك في قانون العقوبات في حبس. انا ما اقدرش الناس تشتغل بهذه الطريقه. وبعد ذلك نيجي بقى للحساب زي ما قلت، غرامه ماليه. مش معناه ان احنا الغاء العقوبات السالبه للحريه دي معناه ان احنا اللي عايز يعمل اي حاجه يعمل اي حاجه. في غرامه ماليه ممكن تقفل جورنال، في تعويض مدني للمتضرر، في محاكمه تأديبيه قدام النقابه. ادي هيكل المحاسبه على جرائم النشر. طب يا دكتوره ليلى، ازاي نوازن بين حق المواطنين في الحفاظ على سمعتهم وحقهم في اللجوء للقضاء، وفي نفس الوقت عدم مطارده الاعلاميين في ساحات المحاكم وحبسهم؟ يعني الحقيقه هي الحكايه عايزه من البدايه ان الصحفي نفسه يبقى عارف ان هو لا يلقي الاتهامات جزافا كده، ومجلس التحرير او رئيس التحرير او المسؤولين عن اداره التحرير لا يسمحوا بنشر مثل هذا. يعني من البدايه يبقى في قواعد بتنظم العلاقه بيننا وبين بعض، بمعروف انه ما ينفعش ابدا ان حد يجي يطعن في سمعه حد بدون ما يكون بدون مناسبه وبدون ما يكون في عنده ادله. في فرق بين النقد، ان انت ممكن تنقد وشخص عام تنقده وتنقد ممارساته وادائه وكده، بس بدون ما تسيء اليه وتطعن في كرامته وسمعته. ما احنا بنرجع تاني لنفس المشكلة. احنا المفروض نبقى عارفين الكلام ده هي تربية واخلاق، مش كده ولا ايه؟ يعني حتى في الشارع. لا، ودي من معايير المهنة. يعني انا بشوف زي ما قال استاذ معايير الجورنال اللي عايز او القناة اللي عايزة تحافظ على سمعتها. أيوة. يبقى لها وضع كده، لازم تبقى محافظة على هذه المعايير الاساسية. لو خلفتها وكتر كل شوية مخالفات ليها بيبتدي تفقد ثقة القارئ بتاعها أو المشاهد بتاعها، وده بيأثر عليها. يعني المفروض ده يبقى هو برضو جزء مهم، وبالتالي لازم يبقى فيه يعني زي دليل عندنا أننا في حاجات ما ينفعش أن احنا أي حد كده يطلع يتهم أي حد أو يطعن في سمعة أي حد. في طبعا زي ما قال أستاذ صلاح، في عندنا كمان الرد والتصحيح، وده حق لازم يعني نحافظ عليه يعني ننفذه، لان في بعض القنوات، وطبعا هذا الحق حق رد والتصحيح ده موجود في الصحافه بحكم القانون، واحيانا ما بينفذ. يعني الواحد يبعت وما حدش يسال فيه وما يديلوش حقه في تصحيح ورد. الاذاعه والتلفزيون ما فيهاش اصلا تصحيح ورد، ما فيش بحكم القانون ما فيش. وبالتالي احنا عايزين ننظم الامور دي علشان نقدر ندير العلاقه بين حق الاعلام في الحريه والاعلامي في انه يمارس عمله بدون قيود، وفي نفس الوقت نوازن بين حقوق الآخرين. بالزبط. حق الفرد في الخصوصية، في احترام سمعته، في عدم التعرض ليه بالإساءة أو أي شيء. عاوزين نسمع رأي الأستاذ عكرم. وطبعا يعني إضافة لهذا الكلام، طبعا جزء التوازن بين الواجبات والحقوق، بمعنى أنه طول الوقت كانت الضغوط على الصحافة بأنها يجب أن تلتزم، وكان دايما الحقيقة السلطة في مصر سواء أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم الرئيس محمد مرسي، هي فكرة إيه؟ هو صاحبي ومعايا وبيأيدني، يبقى أنا أطنش. في بلاغات كتيرة جدا لم تتحرك إلا بعد هذه أنظمة مسحوقة. بينما المعارض ودائما كان الحزب الوطني وحتى الحرية والعدالة كانوا يتحدثوا عن ضرورة التزام الصحافة بمواثيق الشرف. مواثيق الشرف يعني ما يشتمنيش يعني أو ما يهاجمنيش، لكن الحقيقة أنه بيغض الطرف عن حلفائه. القصة هنا إيه؟ أن أنا لازم أوازن بين الحقوق والواجبات. واجباته أن يلتزم بميثاق الشرف وألا يقذف ويسب وألا يميز ويزدر الأديان وغيره، لكن حقوقه أن يحصل على المعلومة. إذا أنا النهاردة جاني معلومة أو مستند حوالين فساد ورحت إلى الجهة وقلت لهم عادوا لي أصل المستند، هو مش هيدي أصل المستند. حتى في المحكمة يقول لك أنه أنت الصحفي يكتب وهو اللي يقدم أصل المستند. طب إذا كان أصل المستند عند اللي أنا بدينه، الفكرة هنا توسيع حدة الانتقاد للشخصيات العامة والسياسيين وأي شخصية عامة. أصل في مشكلة هنا أنه الشخصيات العامة بتبدأ تنشر عن نفسها أخبار، أو طول الوقت عاوز يبقى في الإعلام وموجود يبدأ ينشر، أول ما حد ينتقده يبدأ ياخد الجانب. لكن الحقيقة أن الحماية هي لأحد الناس، خصوصية الفرد العادي اللي هو ما هوش سياسي، ما هوش شخصية عامة، ما هوش حاجة. حتى مرة في تعريف الشخصية العامة كانوا بعض الأحيان يقولوا السياسي ده شخصية عامة ولا مش شخصية عامة. هو شخصية عامة إذا هو رايح في مكان خاص في مصيف أو في حمام سباحة، هل هو يظل شخصية عامة ولا لا؟ الأمر الثاني، هل اللي بياخد فلوس البنوك ده عشان يمول أعماله؟ أنا لازم أشكركم.
على نهاية الحلقة بشكر ضيوفي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع الأستاذ أكرم القصاص، شكرا يا فندم. شكرا. وعميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية الدكتورة ليلى عبد المجيد، شكرا يا فندم. وطبعا وكيل المجلس الأعلى للصحافة الأستاذ صلاح عيسى، شكرا يا فندم. أما بالنسبة للجمهور فنتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله، تصبحوا على خير.